صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الخميس بإذن الله راح تكون الأجواء مغبرة على مدينة جدة وغير مستقرة في شمال المملكة، وأيضا هناك هبوب نشط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار. أما كيف راح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهارا على مدينة الرياض؟ بإذن الله 28 مع أجواء غائمة، الملموسة 27 ونسبة الرطوبة 28% وسرعة الرياح 20 كيلومتر في الساعة لتكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة بإذن الله اليوم في باقي مناطق المملكة بداء شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 24 ليلا 17 مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار، وعرعر نهارا 24 19 ليلا وتبوك بين 21 و 12 درجة مئوية. أما المناطق الغربية والمدينة المنورة نهارا 35 مع هبوب للرياح النشطة المثيرة للغبار 23 ليلا، وجدة 36 نهارا 27 ليلا، ومكة المكرمة بين 36 و 26، أما الطائف 26 نهارا و 21 درجة مئوية بإذن الله. أما الآن مع المناطق الجنوبية الغربية وأبها 25 نهارا أجواء غائمة جزئية و 16 ليلا، الباحة 23 نهارا 18 ليلا وأيضا أجواء غائمة جزئية، وجازان 30 نهارا وغيوم متفرقة و 26 درجة بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 29 نهارا أجواء غائمة جزئية و 15 ليلا، حفر الباطن 30 نهارا 17 ليلا، والإحساء 30 نهارا أجواء غائمة جزئية بإذن الله و 16 درجة بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى والعاصمة الرياض 28 نهارا 16 ليلا، بريدة 30 نهارا 16 ليلا، وحائل 29 نهارا و 17 درجة مئوية بتسجلها ليلا. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب. إلى هنا إلى اللقاء.